خرج مصطفى حسيني فعلا فيه لمسة يد من جانب خالي زكريا بعد كان ما كانت اليد تاعو ما كانتش كولي في الجسم تاعو كانت خارجه هو حتى الحكم الثلاثين بعد لمسة يد واضحة من خالي زكريا تنفذ ركلة الجزاء ويسجل الكرة في جهة والحارس طوال عثمان في جهة الهدف الأول لمؤدن عبد الله في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول دفاع تجنات متقدم على اتحاد بالعباس بميدانه وأمام جماهيره نظن على 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 فريق اتحاد بالعباس يعني التركيز أكثر والمهاجمة خاصة الظهيرة الأيمن والأيسر لازم يساعدوا من أجل إيطاح حلول للفريق خاصة في الربع الساعة الهادي قبل نهاية الشوط الأول. هدف ممتاز من مؤدن عبد الله بطريقة محكمة يسكنها في شباك الحارس طوال عثمان في الدقيقة 32 من زمن هذه المباراة. يا ترى كيف سيكون رد اتحاد بالعباس؟ أحد لاعبي اتحاد بالعباس فيه 6 إلى 7 لاعبين من هناك تتنفذ المخالفة. أوه هدف التعديل، هدف التعديل من جانب اتحاد بالعباس من بالغ سفيان يعدل النتيجة. بالغ سفيان برأسية محكمة في شباك جوناثان ماتياس يعدل النتيجة ويفرح أنصار اتحاد بالعباس المتواجدين هنا بملعب 24 فبراير. بالغ سفيان برأسية جميلة في شباك الحارس جوناثان ماتياس يعدل النتيجة بعد أقل من 2 أو 3 دقائق على هدف السبق لدفاع تجنان. تلاحظ في الصورة المعادة العربي تبتي نفذ هذه المخالفة، تنفيذ المخالفة من أروع ما يكون، حطها له في راسه ربما أعتقد من العربي تابتي إلى بالغ سفيان بالرأس في شباك التسديد. هل بالغ أم شريف رضوان؟ بكواسة يعلن عن تنفيذ هذه المخالفة تتنفذ من بالغ سفيان. بالغ سفيان يضعها في المكان المناسب ويسجل الهدف الثاني بطريقة ولا أروع. بالغ سفيان يسجل هدف السبق بالنسبة لاتحاد بالعباس ويفرح جماهير التي حضرت هنا إلى ملعب 24 فبراير بلقطة فنية ولا أروع تصطدم بالقهوة وتدخل شباك جوناثان ماتياس. بالغ وأجدر التنفيذ المخالفة لأن الحارس محجوبة عليه الرؤية في هذه اللحظة. فعلا مثل ما نشاهد في العرض البطيء بيمناه يضع الكرة في شباك جوناثان ماتياس، ولو أنه جوناثان قد لا يتحمل مسؤولية هذا الهدف لأنه الجدار ربما تحرك بعض الشيء مما أفقده الرؤية السليمة. مدرب الدفاع وشيف لوزاني سي طاهر مدرب اتحاد بالعباس لتشكيلتين، بينما في محاولة من هناك من جانب شريفي. يضيع شريفي رضوان بعدما كان وجه لوجه، تعود الكرة. الهدف الثالث من بونو وعبد الصمد يسجل الهدف الثالث لاتحاد بالعباس. هدف ثالث جميل وجميل جدا من لامالي امين يسجل الهدف الثالث ولا اروع بعد محاولة مباشرة من دون اي بروتوكولات، يسجل الهدف الثالث مباشرة بعد دخول اللاعبين الى وقاع ارضية الميدان والشوط الثاني. الهدف الثالث من جانب اتحاد بالعباس يوقعه لامالي امين في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني من المباراة. مثل ما نشاهد في العرض البطيء تسديدة الأولى من شريف رضوان يصدها جوناثان ماتياس، تعود الكرة ثانية إلى لامالي أمين. لامالي أمين تسديدته تخادع جوناثان إلياس.